رجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل باقي محتوى برنامج 7 دي سبورت. الحقيقه ان احنا هنروح لحبايبنا اللي هم معودين على المفاجآت دايما، يعني اتحاد الكوره. طبعا خبر مسرب من اتحاد الكوره بان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بيطلب من اتحاد الكوره بقى بالتحديد مباراه الاجنده الدوليه في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر. الحقيقه ان التصريحات فيتوريا وتصريحات كابتن حازم امام بعد مباراه تونس تحديدا يعني فيها تناقض، يعني بتاكد ان في مشكله اداريه داخل اتحاد الكوره ومنتخب مصر بشكل كبير جدا. التسريبات بقى دلوقتي في المفروض يعني بتنفي مواجهه الجزائر، كان في الاجنده الدوليه مواجهه مع الجزائر اللي في شهر اكتوبر، بينفوها دلوقتي. ومن دلوقتي بنتكلم اهو بنقول ان ما ينفعش تلعب الجزائر يوم 17 اكتوبر وانت عارف ان الاهلي هيلعب مع سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر عشان ما تتكررش المشكله. لازم يكون في تنسيق، بنقول نفس الكلام اللي بنقوله كل مره. وكمان ما ينفعش روي فيتوريا يتهرب من مسؤوليته، وكابتن حازم امام كمشرف على منتخب مصر لازم يراجع المواقف الاداريه ويرجع للمواقف الاداريه لمنتخب مصر ويخاطب الكاف عشان مواعيد المباريات ويعمل تنسيق بشكل اكبر عشان ما يتحطش المنتخب في موقف صعب الفتره اللي جايه. الاهلي ثابت على مبدأه بالمناسبه ان منتخب مصر له الاولويه، لكن كمان منتخب مصر واتحاد الكوره لازم يقوموا بدورهم لانهم الجهه المنوطه بمخاطبه الاتحاد الافريقي. يا ريت اتحاد الكوره يفتح حوار مع الاتحاد الافريقي بخصوص تعارض مواعيد المباريات عشان ما يتكررش تاني نفس المشكله. انا نفسي نشوف يا جماعه شيء مهم جدا في الفتره اللي جايه، نشوف في تعاون بين الانديه المصريه اللي بتمثل مصر وبين اتحاد الكوره المسؤول عن منتخب مصر، لان اتحاد الكوره هو المسؤول على مخاطبه الكاف. لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا بيراميدز ولا كل دول مسؤولين عن مخاطبه الكاف. اللي مسؤول عن مخاطبه الكاف الاتحاد المصري. الاتحاد المصري هو اللي بيخاطب الاتحاد الافريقي، دي المعروف العرف اللي لازم نمشي عليه. ما ينفعش انا اتفاجئ ان في ماتش ودي قبل ماتش للاهلي بثلاث اربع ايام وتقول لي انا عايز اللعيبه. الاجنده الدوليه موجوده يا جماعه، ده شغل الجهاز الاداري لمنتخب مصر وشغل اتحاد الكوره ان انت ترجع للاجنده الدوليه وتخطر الانديه قبلها بشكل كافي وتبقى عامل حسابك الماتشات الرسميه بتاعه الانديه دي، خصوصا الماتشات الخاصه بالبطولات الافريقيه. ما هو يا جماعه ما هو ده بيمثل مصر برضو وفي بطوله رسميه، ما ينفعش تيجي على نادي بيمثل مصر في بطوله رسميه. لما اتحطينا في الموقف ده احنا كل الاهلي لما بيتحط في الموقف ده بيقول مصر اولا. لما اتحطينا في الموقف ده ايام كاس العالم للانديه وكان في بطوله افريقيا شغاله، الاهلي ساب لعيبته لمنتخب مصر عشان نهائي بطوله افريقيا، وموسيماني ما طلعش اتقال ان احنا ناقصين وان احنا بنلعب بالناشئين والكلام ده لعب بالناشئين وكسب وبقى تالت عالم بالناشئين ساعتها. ما طلعش اتحجج وما طلعش قال ان منتخب مصر خد مني لعيبته والكلام ده، لان الاولويه في النادي الاهلي لمنتخب مصر. لو في ماتش مصر رسمي النادي الاهلي بيسيب لعيبته لمنتخب مصر، ده الاصول عندنا في النادي الاهلي ودي الاولويه. النادي الاهلي نادي الوطنيه، عمره ما هيأثر في حق منتخب مصر او في حق حاجه تخص مصر.